ايه دول؟ دول يا ستي الفلوس اللي هتشتري بيهم حتة الأرض على طريق الفيوم. بعد 5 شهور هيبقوا كوردون مباني. أنا الوحيد اللي أعرف المعلومة دي. ساعتها هتبيعي وتاخدي 5% بتوعك. أنت فاهمني غلط على فكرة. أنا لا فارق معايا 5% ولا 1000000% حتى. بتاعتك أنت. كل ملكك يعني، مش عايزة أي حاجة غيرك أنت. مش أنت عارف كده؟ غادة قالت لي إن عندك معدات بنا كتير زي خلطات المونة والكركات وغيره. صحيح. طيب إحنا عايزين المعدات دي تتشحن وتسافر برا عشان تتصلح. بس المعدات دي مش بايظة. يا سيدي اعتبرها بايظة. هنصلحها ونزفرها ونرجعها لك وندي لك 1000000 دولار. آه دي هيتهرب فيها حاجات بقى. أنت معلكش أي مسؤولية. أنت كل اللي عليك حاجة واحدة، هتمضي عقد مع شركة صيانة. الشركة ديت هي اللي هتجيب وتصفر المعدات دي. يتحط فيها ايه؟ آثار، ذهب، مالكش فيها باشمهندس. انت كل اللي ليك في كل سفرية 1000000 دولار كاش. فين العقد ده؟ اهو معايا الجاهز. اتفضل. انت راجل عندك شركة مقاولات وشركة مقاولات كبيرة كمان. شركات المقاولات دي لو حفرت في أي وقت وفي أي حتة محدش هيقول لها أنت بتعمل إيه؟ طب والتصريح؟ من الناحية دي؟ أو قلبك، وبعدين دي بيوت ناس غلابة صعيدة. وأنت داخل ترامم البيوت دي. يعني مين يعمل عمل إنساني؟ طب واللي هيطلع من الأرض؟ مستر وليد قال إن إحنا لينا 30% من أي حاجة هتطلع في الأرض. جد؟ 30% بس؟ ليه يا مستر وليد؟ هو انا هطلع التراب من الارض دي كنوز؟ نخليهم 35%. مين قال لك ان انا هقبل ب 40؟ نقول 45؟ 50. خليه بقى يشغل لنا اندال عشان الواحد يتبسط. تشيز. تشيز. وانا معاكم في الليله دي. حبيب قلبي.